هذا انقلاب، وهذا عقوبة إعدام إذا ثم دولة. إذا ما ثمش دولة معناها يا توانسة برا دافعوا على حريتكم وعلى ثورتكم وعلى دورة القانون بيديكم، وهذا مرفوض. طيب أستاذ سيف الدين مخلوف، ما حصل اليوم هوش امتداد للي قمت به أنت الأسبوع الفارط، لأنه هذا مربوط بذاك، وما قمت ما قامت به الأستاذ عبير موسى اليوم قد يكون لا يختلف على اللي قمت به أنت الأسبوع الفارط في مجلس نواب الشعب وتطاولك على الأمن الرئاسي. لا، لم أتطاول على حد، وذا كذب. أنا لم أتطاول على حتى حد، والأمن الرئاسي خرج بيان وقال أنا محايدين وما عندنا حتى مشكل وحتى واحد ما اعتدى علينا. أنا تم منع ضيف جايني، ومن حقي نستضيف أي إنسان، وأي واحد حتى اللي عنده اس دي سات واس اندرا شنو من حقه يجي للمجلس ويقابل النواب. مانيش مطالب نقابل الناس في القهوة أنا. القرار اللي هبط نهارتها نفس الشخص جاء أكثر من 20 مرة. نهارتها حبكت وهبطت تعليمات جديدة لاستفزاز كتلة ائتلاف الكرامة، وتوجهت للي أصدر تعليمات مش للأعوان اللي موجودين غادي، وما غير ما تعودوها الكذبة هذه خاطرها كذبة، وخاطر حتى واحد من أمن الرئاسي ما قال لك هذا. واضح. اثنين، اللي لا احنا احتجينا على وضعية البرة، ما احتليناش لباس مجلس نواب الشعب ومنعنا الرئيس، وما تحاولوش ترميه الكرة. لكن برشا عابوا عليك السلوك وبعض الصور اللي ريناها والفيديوهات، يعني تقريبا البعض يقول لك اللي تعمل فيه انت ما يختلفش على عبير موسي. استاذ سيف الدين مخلوف، ما توليش ناس مسكره غادي وانت تحاسب فيا انا. اللي عنده عليا حاجه يشكي بيا يطبق القانون، اذا انا خالفت القانون ندخل الحبس، ما عندي حتى مشكله. واضح. اذا انا خالفت القانون، اما مش هي تحتل الميراث تقول لي هاك انت النهار احتجيت على دخول واحد. الاحتجاج السياسي على سوء تطبيق القانون وعلى مخالفه القانون، انك احتجيت خاطر ثم دوله خالفت القانون. تجي الانسان ما عنده حتى يقول له انت عام 2005 عندك قضيه، يا اخي القاضي عام 2005 قالوا تشد حبس عامين وتضرب مدى الحياه ما تدخلش لحتى إدارة، ما قالش القاضي. ما ثمش واحد في الاداره، هذه دوره القانون، ما ثمش واحد في الاداره يصدر احكام قضائيه تعاقب التوانسه من راسه هكاك. انا هذا اللي دفعت عليه وموقفي كان سياسي. اما جيتش انا السلطه منتخبه ورا الموظف في اداره وفكيت في بيروه قلت له ما تدخلش تخدم، والناس اللي باش يخدموا معاه ما تخدموش. دونك توريت الحديث في بلاصه نودين وكلنا مع بعضنا الجريمه والجنايه المرتكبه توا بحال التلبس مرتكبه البارح، نخليوها هي وندوروا اسمع فلان مش انت راكي عملت انت شنو تو كلام هذايا. ما هو فما ربط للاحداث استاذ سيف الدين مخلوف، وناخذوا بالاعتبار مختلف وجهات النظر. تربط احداث كل جلسه تعمل عركه. انا احداث مش تربطها. هذه معانا المشكله من اللي بدينا من النهار الاول. النهار الاول تم انتخاب رئيس المجلس هبطت وعملت بورقه. هذه تمارس في الحقد. هذوما ناس فاشيين، هذوما ناس ارهابيين. هذوما امتداد للمنظومه اللي كانت تقتل معارضيها وتعذبهم. هذا اللي لازم ندينوه الناس الكل، مش نداو نلوجوا في تخريجه باش ما كلمنا فلان لازم نكونتروه. لا يا حبيبي، احنا توا لازم نكونوا يد في اليد كلنا توانسه يمين ويسار والدنيا الكل ضد هالمنظومه الفاشيه هذه. احنا عمرت احنا ندافعوا على دوله القانون من هذا الاول ملي تولدنا، وقت اللي كانت الناس كل تلحس للمجرمين. راهو اللي راهو ما نحاولوش توا. طيب شنو المطلوب اليوم حتى العمل يتم استئنافه في مجلس نواب الشعب؟ لانه صور مؤسفه جدا قاعده توصل للتوانسه وما تنجم الا تشجع على الفوضى. استاذ سيف الدين مخلوف، شكون السبب في هذا؟ انا احتليت المنصه، انت ما تراش اللي صارت كارثه على الديمقراطيه وعلى دوله القانون وعلى اختيار الشعب؟ كارثه ولا مش كارثه؟ هل يمكن تبريره اللي صار هذايا؟ هل يمكن نلوجوا خاطر طلعت غادي خاطر ثم واحد باع الزط لاندراويب؟ تو كلام هذا. انا احتجيت على دخول انسان من القضاء ما عنده معاه حتى مشكله، مواطن كامل الحقوق. ما قالتش المحكمه يشد الحبس عامين ويقعد مدى. مش فما مشكل اليوم وسوء اداره للبرلمان؟ مش فما مشكل ايضا في رئيس البرلمان استاذ سيف الدين مخلوف؟ هذه وجهه نظر بعض الكتل النيابيه اللي قامت حتى بلائحه لسحب الثقه. اسمعني انا اخوي غادي، تعرفوني اللي انا كلمتي نقولها. يكذبوا عليك يا غالي، ما يحبوش كي راهو غادي يمرضوا، الناس اللي تمثل المنظومه القديمه كي راهو السيد هذاك غادي يمرضوا، المجلس هذا اكثر مجلس خدم في تاريخ المجلس، وتو تخرج لكم الاحصائيات بالارقام، كتلتنا اكثر كتله خدمت في تاريخ المجلس، في ظرف تخدمنا تقريبا 5 شهور حقيقيين وثلاثه شهور كورونا. تو خرجوا لكم اخر الدوره بعد 25 جويليه نخرجوا لكم احصائيات كامله. اما هما باش يموتوا من النهار الاول ما يقدروش يقعد غادي، شكون يعمل في الفوضى؟ هو يعمل في الفوضى؟ هو يعمل في الفوضى في يوم تسامح معاهم الاقصى مليون درجه. هم اللي كل جلسه في اللي جايين يعملوا العرق
في الجلسة. وهل دور رئيس البرلمان أن يكون متسامحا؟ مش دور رئيس البرلمان تطبيق القانون أستاذ سيف الدين مخلوف، أنت رجل القانون. فذي أنا معك. أنا مع تقديم مع تطبيق القانون بكل صرامة، ومعاه مش تجريم. وأنا قلت في انقلاب. أنا كيف يمكن تطبيق القانون في الوضعية هذه سيف الدين مخلوف؟ أي نعم. كيف يمكن تطبيق القانون في الوضعية هذه؟ شو يقول القانون؟ ولماذا لم يتم تطبيق القانون؟ إعلام وزارة العدل وإعلام رئاسة الجمهورية وإعلام النيابة العمومية واستعمال القوة العامة، استعمال القوة العامة في إيقاف الانقلاب هذا. الانقلاب مش بضرورة يصير بدبابة. بن علي ما استعملش دبابة باش ينقلب، استعمل سيرتيفيكات. شنو معناها قوة عامة؟ معناها الأمن ولا الجيش يدخلوا في البرلمان اليوم؟ يدخلوا ويوقف الناس هذوما ويتحاكموا من أجل الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة. تدعو إلى تدخل الجيش والأمن اليوم لوقف ما أسميته بالانقلاب. يا أربعة ما أربعة متاع شعبة يستحقوا جيش، الجيش أرقى وأرفع من يهبط لذوما. هذوما فرقة متاع مركز باردو تنجم تأدي الوظيفة. يتوقفوا الناس الكل وفي حال تلبس، وفي حال تلبس ما تنجمش تمسك بالحصانة. يعلم بها مكتب المجلس، وإذا المجلس مسكلهم مكتب المجلس مسك بالحصانة. أعمال الفقرة الثانية فصل 69 من الدستور. تدخل الأمن ما ينجمش يعمق الأزمة أستاذ سيف الدين مخلوف، لأن الملف فيه جانب سياسي. سيدي الغالي، الدولة تطبق القانون أو تنضبط الناس الكل.